مكلخ جلس حدا سينيغالي. شافي هو يقول ليه اجي واش انت شينوي؟ السينيغالي استغرب قال ليه لا، مشى خونا في الله ضرب دويره ورجع ليه. قال ليه واش انت شينوي؟ قال ليه واه قبيله قلت لك لا، ضرب دويره عاوتاني ورجع ليه. قال ليه واش امك شينويه؟ قال ليه ايه انا شينوي، امي شينويه وسميتها تشانغ تشونغ تشينغ، صافي بقيتي على خاطرك. قال ليه وعجبها صاحبي وكتبان عليك سينيغالي. في السويد الا خنزرتي في الطفل كيمشي يتعالج عند طبيب نفساني. عندنا كيشير عليه باه بالرد، كينوض يجري كيضرب في القنت ديال الحيط كتفرق ليه جبهته، ونوض ويقول ليه حلوه ما تقصحتش. صاحب محل الحلويات كتب اعلان ودار فيه مطلوب 3 عمال مصابين بداء السكري. قالوا لي وعلاش؟ قال لهم باش ما ياكلوش ليتي غرادي ورزيوني. عرفتي علاش حياتك نحس؟ عقلتي على ذاك الميساج اللي جاك وما بغيتيش تبارطاجيه مع 10 ديال اصدقائك؟ لان الشيطان منعك، هذاك هو السبب. واحد تخاصم مع مراته ومشات غضبانة لدارهم، دازت واحد السيمانة وهي تعيط ليه في التليفون. الو واش انت بخير؟ قال لها اه انا بخير والله يخليك، ما باقيش تعيطي ديري راسك كتطمئني عليا. قالت لي لا راني ماشي كنطمئن عليك، رانا بغيت نشوف واش خرجت فيك دعوتي ولا مازال. وحدة دخلت عند ضابط الحالة المدنية باش تبدل سميتها من ضوحة إلى صباح. قال لها غريب. قالت لي علاش؟ قال لها أصلا أنا كنشوف الفرق بيناتهم يلا نص ساعة. واحد الواعظة قالت للعيالات المسلمة الحقة هي اللي تطيع زوجها وما تعرضوش ولو ينوي تزوج عليها. ملي سالت الدرس جات عندها وحده وهي تعنقها وقالت ليها هذه مده وانا كنفكر كيفاش نفتحك في الموضوع، ولكن الحمد لله انت انسانه متفتحه وفاهمه الموضوع مزيان كما ينبغي. انا راني مزوجه براجلك هذه 4 سنين، الاستاذه غيبات وهزوها للمستشفى ملي فقط لقات نفس المراه قدامها. قالت ليها انا اختي ما كنعرف راجلك ولا عمري شفته، غير بغيت نوصيك خلي دروسك في الصلاه واحكام التجويد وبعدي على المواضيع اللي ما تقديش عليها. وحدة عيطت البنك تسول على حسابها، سولها الموظف اشنا هي اخر عملية درتيها للا. قالت لي الحلاقم. مكلخ سولو صاحبو اشنو رأيك في الزواج المبكر؟ قال لي اش من ساعة زعما؟ واحد المنحوس منحوس نيت دار المستحيل باش يحرق الميريكان. النهار اللي وصل لقاهم دايرين مسابقة شارك فيها هو يربح، صدقت رحلة للمغرب. احلى موقف هو تشوف شي تلميذ قراي عليك خارج من الامتحان كاعي وكتحس بواحد راحه البال الساط. في دوله اليابان عندما يبلغ الطفل 2 سنين من عمره يعلمونه كيفيه تفكيك الحاسوب وصنع الساعه الالكترونيه. أما في بلدنا الحبيب فيسألونه فين هو نيفك؟ وإن أشار إليه تقول له أمه يا حليلي وليدي شحال ذكي الله يحجبه من عين بنادم. واحد المكلخ سولوه
اشنو رايك في نهايه العالم اللي كيتكلموا عليها في 2022 اللي كيتكلموا عليها في الانترنت وفي اليوتيوب؟ قال لهم هضره خاويه هذيك، انا عندي بواطه ديال الطون فيها مده الصلاحيه حتى 5 في شهر 11 2023. نوفل كان تيقرا مزيان وعنده طموح وكان كيشوف نفسه مسؤول كبير، ولكن ملي حصل على الدبلوم عيا ما يصيفط في الطلبات بدون جدوى، بدا يفقد الامل بشويه بشويه. باه عيط لواحد ولد خالته خدام في شركه ديال الطوبيسات، طلبوا يخدم ليه نوفل. قال لي ما عندناش شي خدمه في المستوى ديالو وعلى حساب قرايته. قال لي يا سيدي اعطيه يدير اي حاجه غير ما يبقاش ليا عاطل. المهم ولد خالته طلب المسؤول وخدمه يبدا يغسل الطوبيسات. قال لي عدي في هذه الخدمه مؤقتا بين ما لقينا لك شي خدمه نقيه. نوفل بدا خدام اليوم غدا اليوم غدا، طلعت ليه الخدمه فراسو مزيان وحس بالحقره والاحباط. واحد النهار داز من حداه ولد خالته هو المسؤول ديالو وشي مندوبين شركه اجانب، كيشوف فيهم نقيين وكيشعلو. ولد خالته ضرب عليه لقاهم ملبسين كسوه ديال الباش بحال البلاستيك، حيت كيشد البيستولي ديال الماء مجهد بزاف وكيضرب الطوبيس من التحت باش يطيح داك الغيس وداك لاكريس. المهم داكشي كله كيطيح ليه على وجهه. شاف ولد خالته كحل واحد التبهديله، اشير عليه ويقول ليه ولفتي. قال ليه والقرعي هذا تفوع على خدمه. كتعرف الشاب فاش كيدخل لاصال وكيكمل سويمينه تركيزه كامل على عضلاته، واش بداو يتفتلو واش بداو يبانو للبشر. واحد خونا من هاد الفصيله مشى للحمام، عيط لواحد كان تيعوم حداه وطلبوا باش يحكوا ليه ظهره. بدا الاخر كيحكوا ليه شويه ويقول ليه وراك عامر صاحبي، ودغيا شقمو ما خلاهش يكمل الهضره. قال لي اخوك من الدار لاصال من لاصال للدار كان تريني جوج مرات في النهار. قال لي الاخر ولا عشيري راك عامر بلوسخ. كنا جالسين في الدار وقلت انا عطشان، ناض خويا الصغير وجاب لي كاس ديال الماء. قلت لي كيفاش تشت وليتي محترم؟ قال لي اليوم قرينا درس زوين بان احدهم دخل الجنه لانه سقى كلبا. الا قالوا لك اختار ما بين اعز اصدقائك ومبلغ مليار سنتيم، اشنا هي اول حاجه غادي تشري ملي تاخذ الفلوس؟ أنتم الآن تتابعون قناة فقوس. إن أعجبكم المحتوى فادعمونا بلايك وتعليق، نرحب بكم للاشتراك في القناة. لا تنسوا من فضلكم الضغط على الجرس لتكونوا أول من يتوصل بفيديوهاتنا الجديدة.